كيف حالكم؟ هذه المسألة أريد أن أقول لكم هام جدا. النظام الإيراني سيسقط قريبا، عنده مشاكل كثيرة في داخل وفي خارج طبعا، أما أهم شيء في داخل الإيران 99% مع الشعب ضده، وهم الذين يأخذون المراتب شهريا، حتى حرس الثورة، حتى من داخل النظام ناس ضد رجال الدين. لكن رجال الدين اليوم مع الحرب مع أمريكا بدوا يركز أحوالهم، هم رجال الدين يريدون الحرب، يريدون الحرب مع أمريكا ومع بلاد العربي في خليج الفارس. ليش؟ لأن إذا دمر الإيران وماتوا قتلوا ملايين من إيرانيين، هؤلاء الناس رجال الدين فرحانين بأنه بده يحكم باسم الإسلام، وحتى الآن استطاعوا أن يدخل في أكثر بلاد في شيعة بينهم، فلذلك هم يريدون هذا الحرب. الزكاة يقول لنا لا يجب أن نتدخل في هذا المخطط الإيرانية من قبل رجال الدين. رجال الدين بدوا الحرب، بعد الحرب شو بيصير؟ أمريكا في المنطقة طبعا، لكن ركزوا الصواريخ تبعهم على بحرين، كويت، أمارات والسعودية، في ملايين صواريخ ركزوه بعد هجوم الأول للأمريكيين بدو يهاجم، والأمريكا كل العالم يحبون الحرب، يحبون الدمار في المنطقة. ماذا قالوا لصدام حسين قبل أن يهاجم الكويت؟ قالوا له خلاص روح، عندما روح كويت حتى الآن بدفع مليارات دولار للأمريكا لأنهم انقذوا كويت من يد صدام حسين. يعني المخطط الغربية مصاري بس، بترول ومصاري، دمار وتعمير ومصاري، من أي جهة من أي قبل. انظر في كل هذا تشوف من تاريخ بأن الغرب بيقول ليش العرب يأخذ مليارات دولار من بترول، حتى بريزيدنت الرئيس ترامب قال هذا، قال يجب أن نأخذ نحن أقل شيء 20 و30%. فمش إيديولوجي أينهم عندهم، مش حقوق الإنسان، لا، هدول بدوا حرب، بدوا مصاري من جهتين. يعني دبي إيران بدوا تدمر دبي مع الصواريخ، وهذا التدمير بيشتغل أحوال الأملة العالمية. انظروا حتى الآن، انظروا جيدا ماذا فعلوا للإيران، في حرب باللسان ولكن بالعمل يساعدون الإيران. إيران بعد سقط طالبان نص الأفغانستان في طالبان، كان طالبان الآن بيد إيران، سوريا وإيراق بيد إيران، أمريكيين بخرجون، من يحكم؟ إيران. لبنان بيد إيران. فلذلك أمريكا يهاجم إيران بالكلام، البلاد الأخرى، ولكن هؤلاء الناس بدوا معركة ليربح. فلذلك أنا أقول لكم شيئا، أنا أعرف جيدا رجال الدين والتاريخ الإسلام، لا يجب أن ندخل في هذا المعركة، معركة التي تريد علي خامنئي. أنا أعرفه شخصيا جيدا منذ زمان، هو إنسان غبي و إنسان ماتوا ملايين، قتلوا ملايين، ليس لديه أي رحم.
هو الذي سبب كل المشاكل حاليا في العالم، حتى في زمن خميني خامنئي وأصدقائه كانوا من متطرفين رجال الدين في داخل السلطة، فلذلك هم اليوم يريدون الحرب، يريدون الدمار بحرين، كويت، دبي، يريدون هذا. يعني أمريكا بدو يضرب إيران، وإيران صواريخ بدو يروح لها، وروسيا بدو هذا. لا يجب أن شفت هذا سيادة إمران خان رئيس الباكستاني في السعودي كيف تعامل مع ملك السعودي، وكل الناس كان يفكر بأن لا، اليوم الشيعة تبع علي خامنئي في منطقة في العالم قوي جدا، فلذلك يوم الحرب هي قضية ايديولوجية، وعلي خامنئي بده هذا. أرجوكم أن تفكروا قبل أن تضربوا، وأن الضرب يعني بقاء النظام. دون الحرب النظام سيسقط، دون الحرب النظام سيسقط. أبوسكم، إلى اللقاء أصدقائي.